احنا واخدين في حياتنا على المعجزات، واخدين ان كل حاجة بتجيلنا بطريقة مش عادية. بعد 7 سنين تقريبا من الجواز حصلت حاجة غريبة بالنسبة لنا، وهي ان انا اجهضت من غير ما اعرف ان انا كنت حامل. كان الموضوع صعب قوي، لان انا كنت راضية انا ولوسر ان احنا مش عندنا اطفال، لكن لما عرفت ان كان في طفل هيخلي لوسر يبقى اب وانا ابقى ام، حاجة صعبة يعني، كان احساس وحش جدا جدا. الاصعب منه انه الدكتور بلغنا ساعتها فرصة ان انا ابقى حامل تاني دي صعبة. لكن حصلت حاجة غريبة جدا جدا جدا، انه بعد ما انا بدأت اتعافى شوية من الصدمة الاولى اكتشفنا ان انا حامل. طبعا بدأنا حالة من الرعب. اول مشكلة بتقابلنا انه ازاي نطمن ان الطفل ده الجنين ده سليم، لانه كان عندي مشاكل صحية في الغدة الدرقية، وعندي مشاكل مع الحساسية ومع الأدوية ومع البنج ومع حاجات كتير قوي. في شهر 12/2013 لما رحت قابلت الدكتور، ساعتها قال لي بصي الحالة قدامي مش لذيذة، يفضل ان انت تطلعي برا علشان نقدر نحافظ عليكي وعلى الجنين. فجيت في البيت منهارة جدا وقعدت اتكلمت مع لوسر، فلوسر ساعتها اقنعني يمكن انت مكبره الموضوع عشان انت خايفه. الدكتور بقى مش قال له انها لازم تطلع بره، لا ده قال له ان هو يفضل انها تطلع بره، بس احنا كمان مش ضامنين انها تكمل في الطياره، يعني تقدر توصل للنقطه اللي انتوا رايحينها في الطياره. طب نعمل ايه؟ يعني احسن اقعدها هنا وتولد ولا احسن اطلع بيها؟ لا هو احسن تطلع بيها، بس هي معرضه يجي لها جلطات ومعرضه يجي لها طلق. خدنا القرار ان احنا هنسافر، وبدات رحله اخرى من الشقاء زي ما بيقولوا، والتحديات اللي احنا شفناها. الحركة بتاعت الطفل مش عاجباهم، لأن حجم الطفل مش عاجبهم، لأن وضعي في مشاكل في الضغط شوية، لحد ما في يوم بقى يوسف بطل يتحرك في بطني، وحجزوني في المستشفى وقت طويل وقالوا إن إحنا مش هنحافظ على الجنين، إحنا هنحافظ على حضرتك. اتخانقت في المستشفى بعد يومين، لأني قلت لهم مش انتوا اللي هتقرروا تحافظوا على مين. انتهت القصة ان انا مضيت على نفسي اقرارات ان انا ملزومة بالحالة اللي انا فيها، وان انا هخرج من المستشفى بدون رضاهم. بالصدفة واحد صديق لوسر من ايام المدرسة كلمه، في دكتور تبع مراتي اللي هو والد مراتي ومتابع معاها دلوقتي، والراجل كويس جدا، بس هي المشكلة في الميعاد. وفعلا الدكتور قبل ان هو يشوف الكيس من اول يوم، بس كان اول سؤال سالهوني انت حامل بعد كام سنه جواز؟ فقلت له بعد حوالي 7 سنين وحاجه. طيب انت اخدتي اي حاجه علشان تجيبي الطفل ده؟ لا، دي معجزه في حد ذاتها بالنسبه للورق اللي انتوا جايبينه ده والحاجه دي، معجزه في حد ذاتها. الاسبوع اللي قبل الولاده كنت تقريبا بروح للدكتور تقريبا كل يوم، الدنيا ما كانتش احسن حاجه صحيه، لحد ما جالي طلق الولاده. حصل لي مشاكل في التنفس رهيب، وجئت انه الدكتور بيجري عليا، مره واحده لقيت الاوضه اتقلبت، تنفس بتاع الطفل مش كويس، بدا ما يتنفس. دخلت العمليات، اضطروا طبعا ان هم يعملوا لي فتح مش الفتح العادي لان الطفل ما بيتنفس. وجي يوسف وطبعا خدوه على طول على الاجهزه علشان يرجعوا له تنفسه تاني، وانا كنت قلقانه جدا طبعا، عايزه اشوف الولد راح فين، الولد راح بعيد عني خالص، انا جايه كل ده علشان اخد ده معايا وانا ماشيه. انا شفت ايد ربنا لما قالوا مستحيل ابقى حامل، بقيت حامل تاني وفي اقل من 6 شهور. انا شفت ايد ربنا لما قالوا لي ان الطفل ما بيتحركش وتقريبا مات في بطني. انا شفت ايد ربنا لما حصل لي المشاكل الكبيره في اوضه الولاده والتنفس والمشاكل اللي حصلت في نفس يوسف، ولكن في الاخر برضو طلع لي. انا ماليش دعوه بالناس بتقول ايه او العالم بيقول ايه، انا دايما بحب امشي بوعود ربنا ليا، لما قرر انه يدينا ادانا، لكن اهم حاجه ان الواحد يكون مبسوط وقابل اللي ربنا بيديهوله.
ثق دايما ان ربنا عنده حاجات كتير، اله مستحيلات.